أحسن الله إليكم. يقول: هل الذهاب للعرافين جائز؟ وماذا ترد على من يقول: لا سبيل للعلاج إلا ذلك للاضطرار، أفيدونا مأجورين؟ أنا ما أقول، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. لا يجوز الذهاب إلى الكهان ولا إلى العرافين ولا إلى السحرة ولا إلى المخرفين. ولا العلاج ولله الحمد موجود في القرآن وموجود في الأدوية المباحة، ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه، جهله من جهل. قال صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: تداووا ولا تداووا بحرام. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. جعل الله من الأدوية والشفاء ما يغنينا عن الحرام.